الصحيح هو انه البرود الجنسي اليوم هو سبب من اسباب الطلاق. والله شو نقول لك، هذا نعاني منه 99% في تونس، اما يحب حتى حد يحكي خاطر الموضوع حساس ويخاف من مرته، الناس كلها يخافوا من سنة، فهمتني؟ وموضوع حساس برشا، الناس كلها هذا اول وحده تبارك الله عليك تحكي قدجي وتسالنا فيه، تحكونا على حاجات اخرى، الموضوع اللي به الفائده اللي كنروحوا لديارنا مروحين للسنة. حتى واحد ما يسالك بجاه ربي يقول لك فهمتني روحي كان على كروش، ما عندنا نساس هذا باش فهمتني، ولا مش انا عملته في اقرا للرجال وما عملتوش للنساء بصراحه، كان نلقى في اقرا للمراه مش له نعمل كريدي وناخذها لاختي، فهمت؟ المهم خلينا نحرك لها مش عارف شنو ربوت انا، والله انا على فهم جديد كيفاش تبوز وكيفاش تعمل. مش كان ما زال عندها برود، كان عندك حرام شهادتي والله نحكي معك بالرسم. كيفاش تصرفت يعني كي لقيت مرتك بارده جنسين، كيفاش تصرفت معك؟ تصرفت بتصرف اوروبي، عندي اكسبيريونس نتاعي نعمل لها حاجات تسخن. يا ودي شو يسال فيه؟ تي بدا يعاني من نفسه، لا في مش راجل ناحيتك الباباس هذاك سعيد تحسبيه كان شي عنده هو عادي، هما يلزمهم يكلمونا في القران فهم شي حل للمراه باش تسخن في الليل. شوفونا اخويا بالقران بالاسلام اي يدي انا الدين ما هو غادي انا كي نروح نروح للمراه فهمتني باش نمارس واجباتي للرجلي. انسان يقول بجاه ربي برحمه بوكم كان احنا 10 ملايين ملايين 10 ملايين تواس، وانتم راكم 5 ملايين ولا 6 ملايين، حسوا بينا انا نعانوا نعانوا من البرود الجنسي نتاعكم، قلوبنا بردت نخدم كان عليكم، اخرجوا الصباح يروح نصف الليل، كان بناي كان خدام كان بياض كان مدير يروح للدار ليش مروح؟ مش ياكل ناجع عادي يمشي للمرشي روح للمراه، مراه يلزمها تطفي الدار تحط شويه مكياج تحط شويه بارفانات ريحتها ثوب قررت مع عدنوس. مدارس يقريوهم الجنس، الجنس كيفاش المرأة تتعامل مع رجلها في الجنس، يعملوا لهم بوبيات يعملوا لهم أخشاب يعملوا لهم حاجات يعملوا لهم رجال يا أخوي مش مشكلة عندي ليه، المهم المرأة ناخذها متعلمة ناخذ معلم فاهم حصان ما عنديش وقت سد. أنا بصراحة الحاجة الوحيدة ممكن بابا لك باش ما نكذبش على مرتي علاش فيها عندها حاجة 50% موجودة، إنها أول مرة كي تجيب حذايا تجيب الكوجينة تجي تدوش وتبرفن وتحط برفا حلوه تحط مكياج حلو وتحط كذا وموا حتى هي بارده ها هاك البرود هذاك ما نحسش بيه هنا قاعد نخدم على روحي فهمتني. انا مراه عاد ريحتها فلفل وطماطم ومقارونه وتزيد بتجيب جنبه في السرير تقول له يا اخوي شو يقول لك حاجه قبل مش يقصد ربي وكذا تقول دابوز الغاز فرغت طيح لها منها 40% من الكونسنتراسيون هو عاود يركز وتقول له فاتورة الماء. هاك الراجل اللي سالك فلوس جاي امس. تعيشه وفما عايش خويا. ثم معامله ثم المعامله والرجال لازم ينطقوا في تونس ويكذبوا كل توا. كل واحد عنده صحابته. هكا لحيت عنده صحابته. لا مانيش نايم عليه القران كان عندكم طريقه بالنسبه لجماعه النهضه. سيبتونا صححت لكم وكيفاش يقولوا فك الانتخابات انتخبت مش يبدو بيا انتخبتهم على اساس باش يبدا يفلم عليا وكله يخطب هذا يكون ما يهمنيش كي نروح في الليل نحب نرتاح في الليل مش ناخذ اربعه يا شيخ سيب اللعب سيبها متواس خلقتنا تو انت كنت عايش في انجلترا زعما الكل ربي يديك فهمتني وسال مدير وتعجبني وكذا كتب نتاعك حلوين طيب عثم التركي شعلت النار فهمت الناس عايشه غادي جيت لهنا حسرتنا. صحيح هو انه البرود الجنسي اليوم هو سبب من اسباب الطلاق. اي صحيح ماك تعرف بعد ما يعرسوا كوب اللي يعرسوا وكل معناتها بيريود نتاع فيونساي وكل معناتها تلقاهم مازالوا نقولوا احنا جون وكل وفهمت فما حكيت برشا رومانسيه وحكيت من بعد العرس تبدل الحكايه فهمت بيسكو اون بليس كان دخل فيها بيبي الحكايه وكل معناتها المراه باش تولي ليا بولدها اكثر وكل معناتها وباش معناتها الراجل باش يتاخذ من وقته فهمت وكل سي بور سولا معناتها تولي ما عادش ليا برجلها وكل ما عادش يولي فما جنس معناتها وكل برشا وكذا
سي بور سيلا معناها يبعدوا على بعضهم بشوي 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 لين تكبر معناتها ديستونس بيناتهم وكل. برود الجنس اللي تحكي عليه اختي ولا نقولوا نحن اللي تسمى لو كوبل نقولوا نحن امور جنسيه معناها فهمت؟ العلاقه كونها نقولوا نحن الراجل ديما يسحق كلمه باهيه ماخذها في خاطر الراجل كما نقولوا نحن يلزم يكون مدلل شويه فهمت تفهم فيا؟ وزاد نقولوا نحن زاد المراه يلزمك اختي الغاليه زاد يلزمها تكون مثل بروحها معناها عندها لهوه بروحها اختي.